أنا أحد السياسيين أستاذ نعم. غسان نعم. أحد السياسيين قبل 3 أشهر مشتري بس ساعة البنته وزوجته بمليون وربع في دبي. أنا أعرف شخص عنده وكالة خاصة لشركة رولوكس ما رولوكس هاي الساعات الفخمة مليون وربع بس ساعتين مشتري. سياسي كبير في العراق وأسماء كثيرة مو بس هذا اللي المعلومة اللي وصلتني من الشخص هذا صاحب المتجر. نعم يعني تصور إذا يشتري ساعة لبنته وزوجته بمليون وربع العدد إيش قد عنده إيش قد سرق من أموال الشعب العراقي. فاليوم على الشعب العراقي قاطع انتخاباتهم لا يذهب لانتخاباتهم يخلي مراكزهم مراكزهم الانتخابية فارغة حتيجي محطات إذاعات تلفزي الأوروبية حتصور كذا خلي يشوفون نثقف على أنه ما نروح ننتخبهم ما ننطيهم شرعية حتى يسرقونا مرة أخرى. مجالس المحافظات هذه الأحزاب تهيئ إلى سرقة العراقيين. كل الفساد أستاذ غسان نعم كل الفساد اللي شفناه الكبير إجانا من مجالس المحافظات.